عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي، لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامة على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسه على الكولون. فوتك بعافيه يا سي عبدو. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرومب. مستنيه، في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. ايه الريحه دي؟ ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك، اصل الموضوع خطير بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوك. مستر منير، مستر منير. ايه انت؟ حاجة مهمة، أرجوك حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح إن المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية برا. لا إيه ده؟ إيه دي بتزيد؟ بتزيد؟ يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب. يا عيني. أرجوك. اتفضلي أرجوكي. إيه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه أبداً.